اولا انا جيت سعيد باش نترأس هاد المناظره التوافقيه اللي كيف شفتوا بان فيها واحد الحضور متميز، فيها خبراء وفيها كذلك يعني المجتمع المدني والمجتمع الدولي الاوروبيين اللي حاضرين. بالنسبه لتكافؤ الفرص والادماج بالخصوص بالنسبه للسجناء، كتعرفوا بان تكون عندهم عقوبات ولكن ماشي هذا هو الغايه من هذا الشيء كله. خصنا نعرفوا كيفاش ندمجوا يعني السجناء ديالنا. وبغيت نشكر المديريه ديال السجناء ونشكر الوزاره ديال التعليم العالي والمديريات اللي مكلفين بهذا الورش، لانه مهم باش نخليو السجناء ديالنا ملي ساليو العقوبه ديالهم نحاولوا ندمجوهم. الوزاره كتعمل مع مديريه السجون مع واحد التكوينات والدبلومات اللي كيصاروا عليهم وكيعطيو فيهم فرصه بالنسبه للسجناء باش يتعلموا ويتكونوا، ولكن كنخدموا على باش نعطيهم السوارت باش من بعد ملي يخرجوا الدبلوم راه ديما مهم ولكن ما كافيش، اللي خصنا نعطيهم الوسائل اللي تخليهم يدمجوا بسهوله والبلاد محتاجه بهم. وتنظن بان راكم كيشفتوا كيفاش غادي تشوفوا في الورشات اللي كاينين كاين واحد التجاوب. وبغيت نشكر الجميع على هاد المبادره، ووزاره التعليم العالي ديما غادي تبقى مواكبه هذا الورش لانه مهم، لان الشباب ديالنا خاصو يعطي لبلاده ولكن خصنا نعطيوه باش يكون نفسه. وهاد الكفاءات الذاتيه والمهارات الافقيه اللي حتى هي خصنا نخدموا عليها باش نخليهم يكونوا. وكاين ايضا واحد الورش ديال البحث العلمي هو اللي عند فيه المناظره اليوم، هو اللي بغينا الباحثين يخدموا على المجال اللي كيفاش يطوروا هاد المجال ديال الادماج ديال السجناء اللي كاين فيه السوسيولوجيا، فيه الاقتصاد، فيه التكنولوجيات الحديثه، باش يقربوا هاد المسؤوليه ديال مسؤوليه وطنيه ومجتمعيه وكذلك مسؤوليه ديال السجناء. اللي البحث العلمي غادي يخلي التنميه تكون تنميه مستدامه ان شاء الله. شكرا. مولاي ادريس اكرما، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائده السجناء واعاده ادماجهم بالمندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج. اليوم يتم تنظيم المناظره الوطنيه التوافقيه حول موضوع البحث العلمي في خدمات ادماج السجناء. هذه المناظره التوافقيه التي تنظم لاول مره في المغرب في اطار التوأمة، هي مكون من مكونات التوأمة المؤسساتيه بين المندوبيه العامه لإدارة السجون وعدة الإدماج والاتحاد الأوروبي، والتي يترأس لجنتها التنظيمية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. هي مناظرة سوف يتم فيها فتح نقاش عمومي حول عملية الإدماج بصفة عامة، لأنه كما هو معلوم فالإدماج مسألة تهم جميع القطاعات، خاصة القطاعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، ولكن أيضا يهم الفاعلين الاجتماعيين بمختلف مكوناتهم. سوف تشهد هذه المناظرة التوافقية التي تمتد على مدى يومين ثلاث جلسات عامة. هذه الجلسات العامة يتم فيها تنزيل المحاور الأساسية التي اخترت لهذه المناظرة التوافقية، وهو محور ما قبل الاعتقال، يعني كيف يمكن التعامل من أجل تفادي وقوع الأشخاص في تماس مع القانون واحترام القانون، ثم أثناء الاعتقال كيف يمكن التعامل مع الأشخاص المعتقلين من أجل تأهيلهم للعودة إلى المجتمع بمقومات المواطنين الصالحين المحترمين للقانون، ثم مسألة ما بعد الاعتقال يعني المواكبة البعدية والرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم. إذن هذه ثلاثة محاور التي اخترت للمناظرة والتي سوف تكون موضوع ثلاثة جلسات. كما سوف تعرف هذه المناظرة كذلك عقد ستة ورشات عملية من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات وقيام بعملية تشريح لهذه المسألة ديال الإدماج من أجل خروج بهذه التوصيات والمقترحات، لأن مخرجات هذه المناظرة نتمنى أن تكون مخرجات تساهم في بلورة تصورات جديدة وسياسات ربما جديدة أكثر ملائمة
واكثر استجابه للحاجيات المعنيين بالامر، يعني المعنيين بهذه العمليه ديال الادماج. اذا هذه المناظره التوافقيه الوطنيه هي مناظره لديها منهجيه علميه حديثه يتم تنظيمها من اجل مساعده اصحاب القرار على اتخاذ قرارات يكون فيها توافق جميع شرائح المجتمع. شكرا جزيلا.